برحب بحضراتكم مرة تانية. مدينة العلمين الجديدة هي صرح تموي وثقافي وترفيهي وسياحي أيضا. مدينة العلمين لما جاء التفكير فيها في البداية ما كانش التصميم أو ما كانش الهدف أنها تكون مدينة ساحلية فقط أو مصيف فقط، لكن كان مخطط أنها تكون مدينة مأهولة بالسكان على مدار السنة، فبالتالي كان لازم يكون فيها المشروعات اللي تؤهلها أنها تؤدي هذا الغرض، إن كانت بقى أغراض ثقافية أو فنية أو تعليمية أو خدمية. كل هذه الخدمات كانت لازم تكون موجودة في مدينة العلمين الجديدة. تحديداً أنا هتكلم مع حضراتكم على واحد من أهم المشروعات اللي موجودة ضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وهي المدينة التراثية. مدينة التراثية بتعتبر المتنفس لسكان العلمين الجديدة، يمكن فيها حاجات كتير جداً، فيها دار أوبرا، فيها مسارح، فيها سينمات، فيها مكتبة، فيها حاجات كتير قوي. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن المدينة التراثية، تعرفوا تفاصيل أكتر عنها ونرجع لكم على طول. كانت منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالي منارة للثقافة على مر التاريخ، ومن هنا كان إنشاء المنطقة الثقافية والتراثية في مدينة العلمين الجديدة على مساحة 260 فدان لتعبر عن الزخم الثقافي والتاريخي الذي شهدته هذه المدينة في عصور مصر القديمة، حيث تعد المدينة موطناً للعديد من المعالم التاريخية التي تروي قصة الماضي العريق. المنطقة الثقافية التي تضم مدينة تراثية ومسرحاً رومانياً مكشوفاً للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت. المدينة التراثية تقع قبل الطريق الساحلي في المنطقة الجنوبية على مساحة 260 فدان. هي منطقة تضم كل الخدمات، منطقة خدمات متنوعة الدينية والتجارية والثقافية والترفيه والتسلية، ومنطقة إسكان فاخر ومنطقة فنادق. المسرح الروماني على مساحة 1300 متر مسطح بيسع ل 900 فرد، وده إن شاء الله خلاص في مراحل التشطيب النهائية وهيتم افتتاحه قريب قوي، يعني إن شاء الله بداية الشهر الجاي يكون شغال إن شاء الله. عندنا المنطقة التجارية دي كلها منطقة اف ان دي بي ومنطقة ريتيلات ببلازة كبيرة جدا، منطقة في نافورة مدرجات مية دي على مساحة 26,000 متر كلها خلصانة وجاهزة وهنشوفها النهاردة إن شاء الله. برضو في منطقة فيها منطقة الريتيلز الرئيسية على البلازة. يتوسط المنطقة الثقافية مسجد ملك الملك المبني على طراز معماري وحضاري فريد يزين العلمين الجديدة ويمزج بين التراث الأندلسي والتراث العثماني وبين أرجاء المدينة التراثية. كما كان بناء كنيسة جديدة في مدينة العالمين الجديدة بالمنطقة الثقافية والتراثية يعكس رؤية إيجابية في تعزيز التعايش والتسامح بين الأديان في مصر وفي عصر الجمهورية الجديدة. المسجد بيسع على 1000 مصلى على مساحة 4300 متر مسطح، مزود بقاعتين قاعات متعددة الأغراض تسع حوالي 110 فرد، كنيسة على مساحة 2200 متر مسطح دي بتسع 700 مصلى وتم افتتاحها الحمد لله. المنطقة التراثية هي واخدة الطابع الإسكندرية القديم والطابع التاريخي لمصر وبما تحتوي بقى من متاحف، دار أوبرا، مكتبة، أرض معارض. وهكذا أضحت مدينة العلمين الجديدة واحدة من الوجهات السياحية والثقافية المميزة في مصر، حيث تجمع بين جمال الطبيعة والتراث التاريخي والتطور الحضاري الحديث. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.